أسعد الله أوقاتكم وإلى نشرة إخبارية موسعة من قناة 29 أكتوبر. إلى الحرب الأوكرانية، حيث قالت الحكومة الروسية اليوم إنها زادت صندوقها الاحتياطي المستخدم للإنفاق الطارئ بمقدار أكثر من 3 بليون دولار لضمان الاستقرار الاقتصادي على خلفية العقوبات الغربية المفروضة عليها. ويذكر أن هذه العقوبات التي فرضت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من فبراير، فيما تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة، أدت إلى عزل روسيا عن النظام المالي العالمي وقنوات الإمداد. وقد دعا البابا فرانسيس اليوم إلى هدنة عيد الفصح في أوكرانيا، وفي إشارة واضحة إلى روسيا، حيث شكك في قيمة زرع علم النصر على كومة من الأنقاض قائلا: ضعوا الأسلحة جانبا ودعوا هدنة عيد الفصح تبدأ، ولكن ليس لإعادة تسليح القتال واستئنافه، وإنما هدنة للوصول إلى السلام من خلال مفاوضات حقيقية مفتوحة لبعض التضحيات من أجل مصلحة الشعب. وبالمقابل دعا رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الناس اليوم إلى الالتفاف حول السلطات، بينما تواصل موسكو تدخلها العسكري في أوكرانيا، قائلا: دع الرب يساعدنا على التوحد خلال هذا الوقت العصيب من أجل وطننا، بما في ذلك حول السلطات. ويذكر أنه سبق أن أدى البطريرك كيريل بتصريحات دافعة فيها عن تصرفات موسكو في أوكرانيا، معتبرا هذه الحرب حصنا ضد الثقافة الليبرالية الغربية التي يعتبرها منحلة. وميدانيا، أعلنت كييف اليوم أن روسيا تكثف عملياتها بهدف السيطرة الكاملة على دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد. وبينما اقترب الانفصاليون الموالون لروسيا من بسط سيطرتهم على ميناء ماريوبول على بحر أزوف، تصاعدت الدعوات الإنسانية لفتح ممر آمن لخروج المدنيين المحاصرين فيه. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تكثف عملياتها للسيطرة الكاملة على لوغانسك ودونيتسك في وقت تدخل فيه حرب روسيا على أوكرانيا يومها 46. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أوروبي قوله إن نحو ربع القوات الروسية المشاركة في الحرب على أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال. بموازاة ذلك، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن الجيش الروسي يعيد تجميع قواته شرقي البلاد، ويخطط للتقدم نحو خاركيف ثم ماريوبول ليعود لاحقا لمهاجمة كييف. أعلنت إسرائيل اليوم أن جيش الاحتلال بصدد تنفيذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين، إذ لوحت بإمكانية القيام باجتياح واسع، كما أقرت سلسلة من الإجراءات تتعلق بتحركات الفلسطينيين وتحديدا في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عملية في مدينة جنين. كما قال رئيس أركان القوات الإسرائيلية أفيف كوخافي في فيديو بثه الجيش: سنفعل كل ما يجب فعله وكل ما يلزم طالما وحيثما يلزم لإعادة إرساء الأمن. ومن جهته، وحيث ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 24 شخصا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، معظمهم من مدينة جنين وقراها. كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 11 شخصا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في جنين وطولكرم وأريحة والأغوار، معظمهم بالرصاص الحي. وقد أطلق نشطاء فلسطينيون ومختصون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لدعم أهالي جنين في وجه العقوبات الاقتصادية التي من المقرر فرضها عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا بعد تصاعد عمليات المقاومة وحدوث اشتباكات. حيث دعا النشطاء والمختصون أهالي الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى ضرورة شد الرحال وتكثيف التوجه إلى جنين للتسوق من محالها وبائعيها، دعما لصمود أهلها في وجه العدوان المستمر عليهم ولمنع نجاح مخططات الاحتلال. ذكرت صحيفة التلغراف أن الناتو يعمل على خطط لوجود عسكري دائم على حدوده في محاولة لمحاربة العدوان الروسي في المستقبل، نقلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ، وحيث قال في مقابلة مع الصحيفة إن حلف شمال الأطلسي في خضم تحول أساسي للغاية يعكس العواقب طويلة الأجل لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا: ما نراه الآن هو واقع جديد وهو أمر طبيعي جديد للأمن الأوروبي، لذلك طلبنا الآن قاداتنا العسكريين تقديم خيارات لما نسميه إعادة الضبط والتكيف طويل الأجل لحلف الناتو. وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة في هجوم شخصي حاد، أعقب اتهام بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وجاء الهجوم الكوري الشمالي اللاذع على بايدن بعد أن دعا الأخير إلى محاكمة مجرم الحرب بوتين بسبب الفظائع المزعومة التي ارتكبها ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية. وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس إن
الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأمريكي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادا إلى معلومات لا أساس لها، مضيفا أن مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات. وبحسب سكاي نيوز يذكر أن لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تاريخ طويل من التهجم الشخصي على القادة الأجانب، وحتى قبل أن يترشح بايدن للرئاسة وصفته بأنه كلب مسعور ويجب أن يضرب بعصا حتى الموت. كما أشارت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه أمريكي خرف ومختل عقليا، وصرفه باراك أوباما بالقرد وجورج دبليو بوش بالرجل الأحمق. وقد طالت الانتقادات المهنية رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باراك جين هي التي وصفها إعلام بيونغ هانغ بأنها ساحرة وبائعة هوى ماكرة. إلى فرنسا التي تشهد انتخابات رئاسية، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في جميع أنحاء فرنسا اليوم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تشكل فيها المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرو في إعادة انتخابه. وقد فتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8 صباحا وستغلق في تمام الساعة 6 مساء، وعندما يتم نشر استطلاعات الخروج الأولى التي عادة ما تكون مثل هذه الاستطلاعات موثوقة للغاية في فرنسا، حيث يذكر أنه قبل أسابيع فقط أشارت استطلاعات الرأي إلى فوز سهل لماكرون الوسطي الموالي للاتحاد الأوروبي الذي عززته دبلوماسيته النشطة بشأن أوكرانيا وانتعاش اقتصادي قوي وضعف المعارضة المجزأة. ولكن دخول ماكرون المتأخر إلى الحملة مع تجمع كبير واحد فقط وجده حتى أنصاره مخيب للآمال وتركيزه على خطة لا تحظى بشعبية لزيادة سن التقاعد قد أضر بتصنيفاته إلى جانب الارتفاع الحاد في التضخم. وفي المقابل تم تعزيز لوبان اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة والمتشككة في الاتحاد الأوروبي من خلال التركيز المستمر منذ أشهر على قضايا تكلفة المعيشة وانخفاض كبير في دعم منافستها على اليمين المتطرف إيريك زيمور. إلى النمسا، حيث مكافأة نقدية لمعلومات على جريمة حصلت قبل 30 شهرا، ولم تستطع الشرطة النمساوية إلى الآن اكتشاف حيثيات هذه الجريمة التي راح ضحيتها مزارع رب أسرة في منطقة فوسندورف مقتولا بعد التعنيف، ومن المرجح أن يكون السبب السرقة، حيث تم عرض مكافأة بقيمة 37,000 يورو لمن لديه معلومات حول هذه الجريمة. وقد افترضت السلطة التنفيذية غزوا منزليا، وتشتبه في أن الجنات من أصل أوروبي شرقي، حيث أنه قام أجاني أو جنات بتفتيش الجناح السكني وأخذوا الهاتف المحمول والهاتف الأرضي معهم، بالإضافة لإشارات أخرى أخذها ملف التحقيق في الاعتبار. صنف عالم تربوي في إنسبروك خطاب المستشار كارل نيمر عن اللاجئين على أنه خطير وناري، حيث قال فراوك شاخت في مقابلة مع الجمعية البرلمانية الأسيوية إن الحرب في أوكرانيا تكشف عن أنماط تفكير ثابتة وعنصرية، حيث أنه يقارن بين التعامل مع اللاجئين عام 2015 والتعامل الحالي من قبل الحكومة النمساوية مع اللاجئين الأوكران، مضيفا أن السياسيين يميزون أيضا بين لاجئي الدرجة الأولى والثانية معتبرا أن هذا خطير. جاء هذا بعد سفر المستشار كارل نيمر السبت إلى أوكرانيا، حيث زار الرئيس فلوديمير زيلنسكي وأكد على تقديم المزيد من المساعدة. ويذكر أن النمسا استقبلت إلى الآن حوالي 250,000 لاجئ أوكراني منذ بداية الحرب. تم إبلاغ شرطة فيينا مرتين يوم أمس من قبل شهود أن هناك رجالا يحملون أسلحة نارية في محطة مترو الأنفاق شفيدن بلاتس، حيث أبلغ موظفو النقل العام الطوارئ التي أوقفت 3 رجال في الموقع، ومن بينهم شاب يبلغ من العمر 28 عاما يحمل مسدسا محظورا من قبل قانون حظر الأسلحة، والشاب الآخر البالغ 29 عاما برازيلي يحمل مواد مسببة للإدمان، ومراهق أيضا يبلغ 15 عاما كان قد نفى أن لديه علاقة مع الشابين الآخرين، حيث تم تسليمه إلى ولي أمره القانوني ونقل إلى مركز الأزمات. حادث مروري مميت في بلدة فياتريسفيلد في منطقة هورن، حيث قاد رجل يبلغ من العمر 66 عاما سيارته، ثم لسبب غير معروف فجأة خرج إلى يمين الطريق إلى الحقول المجاورة، وهناك تدحرجت السيارة عدة مرات وتوقفت على العجلات، وتم سحب الرجل من السيارة من قبل أحد سائقي السيارات في الطريق. وعلى الرغم من تدابير الإنعاش الفوري من قبل السائق وأفراد فرقة الإطفاء، توفي الرجل البالغ من العمر 66 عاما في مكان الحادث. وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.